أثر انفجار مستودع نترات الأمونيوم في مرفأ بيروت وما خلفه من خسائر بشرية ومادية أثار تساؤلات حول طريقة تعامل الجهات المختصة في الأردن مع هذه المواد الخطيرة. أحد المهندسين المشرفين على مشروع مستودعات نترات الأمونيوم أكد أن المشروع الذي نفذ على بعد نحو 100 كيلومتر من عمان يراعي في تصميمه طبيعة هذه المواد وخطورتها. نترات الأمونيا هي مادة حساسة جدا، والتعامل معها ما بصير يتم من طريق أي طرف غير مختص فيها. الطريقة المثلى لتخزينها هي بتتم بمستودعات خاصة، بتختلف المستودعات هاي حسب خطورة المواد الموجودة فيها. الأمونيوم نترات مستودعاتها لازم تكون معزولة حراريا بشكل كامل وبعيدة عن التجمعات السكانية، بسبب أنه في حال صار لا سمح الله أي خطورة أو أي خلل أدى إلى انفجار ما تكون ضمن تجمعات سكانية تؤدي إلى حدوث أضرار. مستحيل، الأردن أصلا هي ما بتخزن بالميناء، بسبب أنه الميناء إحنا الوحيد الموجود عندنا الميناء بالعقبة، والعقبة هي منطقة مكتظة سكانيا وفي مشاريع حيوية ومرافق حيوية كثيرة بالعقبة، وهي المادة خطيرة، فهي أول ما يتم استيرادها من برا تصدر وتحول إلى أماكن الاستخدام لها، اللي هي تستخدم بالمناجم وبالحفريات الأعمال المدنية اللي على عمق كبير تحت سطح الأرض. موجود مخازن بالأردن على بعد 100 كيلومتر جنوب عمان، منطقة صحراوية خالية على امتداد 40 كيلومتر خالية من السكان. تم بناء وتشييد هاي المستودعات حسب الكودات العالمية والمواصفات العالمية للسلامة العامة والبناء، محاطة بسواتر ترابية بحيث انه اذا صار في عندنا انفجار لا سمح الله الانفجار ما يكون فيه امتداد افقي يأثر على المرافق الموجودة هناك.